اليوم طالع رايد مع بورشة كلاب لبنان الميتينج بوينت ببورشة سنتر كورنيش النهر طالعين على بحمدون ورح نتغدى سوا البورشة كلاب تأسس سنة 1996 وهو اكشلي اقدم كلاب من نوعه بلبنان عم بجرب قد ما فيني اني اقدر لحق على الكاريرز والاسات والتربويات قدامي بس السيارة اللي انا عم سوقها شوي تقيلة 2.35 تونز يعني ما كتير قادرة لحق لون طبعاً لديك كنت عم تصور يا أحلى وسهلا أحلى وسهلا ميرسي يلي لفتني أكتر شي بهالكلوب هو أعمالهم الخيرية كل سنة بيتبرعوا لمينيموم 3 جمعيات خيرية مثلاً الصليب الأحمر ومرة عملوا كامبين مع كون هادي للمشاة بلبنان ومرة علموا 120 تلميذ عمرهم 18 سنة أخلاق السواقة بدي أعرفكم هلأ على شانتال ورندا عندهم سبيشل إديشن بورشي ما هيك خبروني هلو هاي هيدي السيارة كتير غريب واسمها بلاك إديشن موتورة تحت ومن جوا كله يلو خلينا نشوفها اوكي الهورس باور تبعها 356 وصوتها كتير حلوة وشكلها شيء مخيف بالنسبة لألي أنا وصغير وبعدها نمبر 1 بالنسبة لألي أنا وكبير إذا في عدة موديلات متوفرة لعدة أجيال أو عدة بادجت إذا بدي هذا ما بيعني إنه هذا الشيء تغير بالنسبة للانتوزيازم والباشن اللي واحد عنده إياه towards Porsche أنا بعرف 3 أشخاص عندهم 911 كانوا وعندهم كذا 911 مش وحدة وهلا عم يسوقوا مكان بيقولوا نفس الشيء ليك إذا ما بدك تسوق 911 إذا منك قادر تسوق 911 بقى لأنه عائلتك كبرت لأنه whatever مكان will give you the same pleasure amazing بسطت انه تعرفت على هالعيلة يلي مش بس بتجمعهم حبهم او الباشن لسياراتهم وللبراند بس كمان حبهم للعطاء ولمساعدة المجتمع وهالشي لفتني كتير بدي اقول thank you لكل الكلاب ممبرز وبدي اشكر كمان جوبير كبي رئيس بورشة كلاب لبنان يلي ساعدنا كتير وجاوبنا على كل اسئلتي عن الكلاب وعن السيارات thank you JP واكيد حابه انه ارجع اسوق معكم قريبا